لو الحكاية فيها إن فيتو محسن أبو سادة المحامي عن حريات المحامين بداية حضرتك لو جايين النهارده انتوا جايين ليه زيارة؟ احنا النهارده احنا قدمنا طلب قمنا بتقديم طلب بتفويض من السيد مكتب المحامين للجنة العليا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفي المقابلة السابقة قابلنا مع السيد المستشار الدكتور عبد العزيز سلمان قدمنا له طلب من نقابة المحامين. ايه هو الطلب؟ الطلب خاص بمتابعة متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة اللي ستجري في مصر. تمام، كان ايه رده؟ هو وعد مبدئي يعني موافقة مبدئية ولكن أجل الرد النهائي لحين انعقاد اللجنة بعد انتهاء طلب الطلبات يوم 15/4. كان هو 15/4 اخر ميعاد لتلقي طلبات المتابعه والمراقبه يوم 15/4 زي ما بلغونا في اللجنه فوق. طب عايزين نعرف عدد من يقوم بمراقبه الانتخابات الرئاسه من المحامين. احنا في المرات في اخر انتخابات تابعناها اللي هي انتخابات الرئاسه السابقه كان يعني اكثر من 1200 مراقب على مستوى القطر المصري كنا مراقبته، واليوم يعني نتمنى ان اللجنه تساعدنا في ان احنا نقدر نغطي، لان كما تعلمون المحامين المصريين منتشرين في كل مكان في مصر في القفور وفي النجوع في كل مكان. تمام. فيمكن لنا ان نغطي لو ساعدتنا لجنه الانتخابات في ذلك وامدتنا بالاعداد اللي تكفي لتغطيه هذه اللجان على مستوى الجمهوريه. تمام، هل مثلا في تقاعس مثلا في المقابله من اللجنه العليا للانتخابات تجاهكم مثلا من الزياره؟ لا، الحقيقه ان احنا بنتقدم بالشكر للسيد الامين عام اللجنه لانه قابلنا بنفسه في المره السابقه واليوم لم نجد اي صعوبه، بالعكس يعني الناس قابلتنا وبسرعه وقابلونا بمقابله يعني جيده وتعاملنا معهم بسرعه واخذنا يعني ركنات في التواصل باذن الله. شكرا.